كان اللقاء الرابع في ستارت اب جراند اللي هي منظمه غير حكوميه غير ربحيه، كاينه في اكثر من 200 مدينه وكاينه في اكثر من 120 دوله. هي منظمه مدعومه من طرف جوجل، للفكره من وراها تشبيك ديال المقاولين. دونك دابا ستارت اب جراند كاينه في مجموعه ديال المدن، منها اكادير، منها كازا، فاس، طنجه، وميدلت. دونك حنايا في كل مدينه من هذه المدن هادو كنحاولوا اننا في كل شهر نديروا لقاء مع صاحب شركه مقاول اللي عنده تجربه كيلكو سوا الميدان، وكنحاولوا نعيطوا على مقاولين شباب كما اليوم او لا شباب اللي كيطمحوا انهم يديروا مقاولات ديالهم. دونك كنخلقوا داك الاحتكاك، وهذا فرصه، هاد اللقاءات فرصه باش ليكو سيستيم كامل كيتجمع، يعني لي زيتوديون اللي بغاو يكونوا مقاولين، مقاولين، لي زانفيستيسور اللي كيقلبوا على دي زوبورتونيتي دونتربرونيا. بهذه الطريقه هذه الا خلينا ليكو سيستيم يتلاقى كل شهر ويهضروا غادي يعرفوا بعضياتهم اكثر، وحاجه اللي غادي تحمسهم وتخليهم انهم يتعاملوا ويخلقوا شراكات وتعاون بيناتهم في اطار ولا شنو تخيل لي راسك؟ تخيل راسك قدام الدار باش يقطع الموبيلات كنروح على بوطون 1000 درهم ندخل العقل، فهمت؟ قلت والله لا بخير ما نعرف ميكانيك غادي ندير هاد اللعيبه كات، مشيت للميكانيك يونس قاسمي، عضو من لجنة التنظيم ديال ماروكو بوارز، مقاول في اكادير. اليوم كنت حضرت الحداثة ديال ستارت اب جرايند، هي واحد المبادرة اللي كتجمع مقاولين او شباب اللي ولاو مقاولين، اللي كيحكيو على المسار ديالهم وكيعطيو بعض النصائح. كمقاول ما يمكنش ما نحضرش، لان خصنا احنا نستافدوا من الناس اللي كيعطيو النصائح، ومن هنيت كنشوفوا على المسار ديالنا حتى هو كيداز. اليوم كان معنا مصطفى الفكاك اللي معروف بمصطفى سوينغا في انترنت او بالشان يوتيوب ديالو اجي تفهم. صراحه ما بين الناس اللي فازوا في المغرب ويب اوارز احنا فخورين به، وهو تبارك الله عليه كانسان عنده شي حوايج اللي كيشارك معنا مزيانين بزاف، استفدنا منه بزاف، وان شاء الله غادي يكونوا مازال بعض الاحداث هذه اللي يجيو في اكادير قريبا ما. شاركوا وحضروا في ستارت اب جرايند، راه مبادره زوينه وشكرا. وك الزواج كي تبت لهم انك راه زعما راه دير شي حاجه فهمتيني خدامه ها واحد ثاني حاجه ما عرفتي الحاجه راه عارفين فهمتيني اللي كتزوج مرتاح. دونك اللقاء رائع، فكرة زوينة، الناس كيجيو عندهم تام مقاولة لعيبة، حاولت نبارطاجي مع الدراري شنو قدرت. صراحة جو زوين، وكنصح كنصح هادشي يدار ويكونوا الناس مختلفين زعما من غير يعني إلا كانوا ناس من على برا يكون حسن زعما يعاونوا، حيت كاين واحد كتحس بواحد شوية فقدان الأمل ملي كيكونوا الناس بحال هكا كيرجع واحد السوفل تيقول صافي غدا نبدا لعيبة. بالنسبة للكونسيبت تاع اجي تفهم، واش فيديوهات اللي كتخاد يعني ديزاين ولا باش تبسط المعلومه للشعب المغربي باش يفهم حاجه، حيت كتحط امل انه كاين شي لعيبات انه في المغرب بلا ما كيدوز ما فاهم والو، ولا كاين امور اخرى اللي هي شنو هي الامور الاخرى؟ انه باغي مثلا انه تخلق البوز. صراحه زين بين الخدمه اللي قبلها تخلق البوز وبين الخدمه اللي البوز اللي بغات تخلقو راه دير اي حاجه فهمتي، ولكن الا كنتي باغي تخدم الا كان البوز غادي تخلق شي حاجه مخدومه علاش لا فهمتي. دونك انا كنخدم كندمر، الغايه منها عندها جوج غايات، اول غايه انني نقول للناس نوريهم المشكل ديالهم اللي واقع ليه، نشرح ليهم فهمتي يفهموا. دونك كنحاول نمشي للفون ديال الفون ديال المعلومه ونحاول نبسطها. ثاني حاجه سيت اون بلاتفورم لشركتي والخدمه اللي ليكيب اللي انا اللي حنا اونصومبل باش نقدروا نعيشوا، كنقولوا للناس الاخرين راه اش كنعرفوا نديروا، هالو جونغ ديال الخدمه اللي كنديروا، الا بغيتوا تخدموا معنا وتخلصونا. دونك هاد اللعيبه ولعيبات اخرين كيتيحوا لينا اننا نرجعوا عندنا خدامه ونخدموا ونصاوبوا ليكيب ونطوروا ونصاوبوا اجهزه اخرى وغادي. بالنسبه للبحث ديالك في بعض المواضيع يعني كتهم مثلا المجتمع،
ملي كتلتج المؤسسات والادارات عموما واش كتلقى المعلومات الكافيه ولا كيكون التمطر؟ في الاول ما كنتش كنلقى المعلومات حيت ما كنتش كنلتجئ صراحه. مرة انتجت اداره باش نمشي نسولهم نقول طق طق السلام، تنحاول نلقى كونتاكت نلقى شي لعيبه كون ذكي فهمتيني. وصراحه من بعد ما تعرف اجيت فهم اللي كنقول ليه ما كيقول لي مرحبا، زعما من جميع ما كاينش مؤسسه مغربيه ولا شي حاجه قالت لي لا، ولا كلشي كيبغي يتعاون، كلشي باغي يفهم الناس. طبعا كل واحد وفيرسيون ديالو، وانا تنجيب لي كاين شي مؤسسه كيقول لي نقول لك بغيتي تقول الحقيقه قولها، بغيت وكنحاول نكون حيادي ما امكنني صراحه، وكنوصل المعلومه ديالها. الا كان اختلاف الراي اش قال بكل علاش، لانه اليوتيوب حاليا في المغرب كان واحد الوقيته مابقاش دابا، كانوا كي على ينعقوا بما لا واش كتسمى كيقول فهمتيني. ما كاينش اناليز، ما كاينش طبعا الاناليز، انا ماشي كنقول لك انا اناليز كاناليز، وانما كنشد معلومه وكتضرب بيناتهم وكيعطيك كتقول هذه وهذه الراي والراي الاخر بكل بساطه. بالنسبه لك كيفاش تشوف الويب المغربي في 2018 واش كاين؟ والله العلي العظيم الا انا كنحس بها غادي وكيتبدل. بحال واحد الوقيته كان الفضائح هما كاينين دائما، ولكن واحد الوقيته كان النقد اللاذع ديال الشخص معروف، كنقصد هنايا بحال مول كاسكيط سكيزوفرين، كاين واحد النقد كيقصد الشخص كنعتبرو هذا ما كنتفقش معاه. بدا كيتحيد هذا السيل، بدا دابا النقد اللي كيف كاين الناس كينتقدوا الفكره اللي شوز كي مزيان، وعاد مشاو للمحتوى العلمي، بدا بنادم كيدوي على المحتوى كيدير لها روشيرش، واخا كيقول المستوى التقني ماشي تلي، ولكن كتشوف انه البحث العلمي والتقلاب الحفاظه كاينه، شوز كي مزيانه ديال بزاف. دونك بنادم وسيرتو اعتقد حتى الخدمه ديالتنا كايكيب اجي تفهم عاونت في لافير، ملي بدا كيبان للناس الاخرين المؤثرين انه ممكن الا خدمتي على مجهود مزيان راه المواطن المغربي قبلو الا كانت فيه خدمه فهمتيني، يعني منتوج في البحث وداك الشيء كاين راه كيسر له. السؤال الاخير بالنسبه للمحتوى ديال الفيديو ديال اجي تفهم، كاين اللي كتعالج مواضيع السياسه مثلا الانتخابات الشرعيه، يعني كيفاش كدور هذه الدوامه هذه، يعني واش الهدف ديال مصطفى السنقا من هذا الفيديو واش انه يوعي الشعب المغربي بمجموعه ديال الامور، او لا يهرس السياسيين شي بارتي مد... لا صراحه انا صراحه في لابروش ديالي اللي كناخذ في الفيديو بعيده كل البعد على ان اعطاكي شي واحد، لان في الاخر كتعطاكي راسك حيت كتبان دونك الحياديه هي لاكلي. طبعا انا واخا تبغي تكون حيادي حتى الطيب كيدوزوا الافكار ديالك، القناعات ديالك كيدوزوا واخا بالانطوناسيون ديال لا فوا ديالك، الجهد فين غوتي فين تبين انك عندك حرقه على حاجه وعلى حاجه، يعني بغيت تكون محايد الطيب ما يمكنش، وانما كتحاول وكتبقى تحبر وتجوجي وتوري الناس داك الشيء، واخا انت لعيبات كنكون ضدهم ولكن كنقول ها اش قال هاد فلان ها اش قال فلان وانت جوجي فهمتي. دونك اعتقد انه الا مشيت لهذ الدوامه ديال اتاكي شي واحد انا اللي خاسر ماشي هو، بالعكس إذا بقيت أنا في الحياة ديالي نكون أنا اللي رابح.